لموقع بصراحة الإخباري، أهلا وسهلا بحضراتكم. معانا النهارده ترند مصر، انفراد لموقع بصراحة، جيهان الليثي الشهيرة بأم محمد، الطرف والعلاقة بين مطعم صبحي كابر والمالك الجديد. هتكشف لنا عن كل التفاصيل وكل أسباب يعني رحيلها وأسباب بيع المطعم وكل التفاصيل اللي هنعرفها دلوقتي مع أم محمد. أهلا وسهلا أم محمد. أهلا يا أم محمد. الحمد لله. أخبارك إيه؟ بخير الحمد لله. منورانا في موقع بصراحة. منور حضرتك. أم محمد، أنت انتشر اسمك اليومين اللي فاتوا في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، وقالوا إن أنت السبب يعني في هدم إمبراطورية صبحي كابر. عبارة عن إيه ده وتقول إيه؟ هما بيقولوا كلامه خلاص، يعني مجرد ما بيعملوا الحاجة ويرجعوا تاني عايزين يحلوا نفسهم منها بيدوها لغيرهم. تمام. مش شرط، لكن أنا السبب اللي أنا مشيت بسببه من المطعم مش هو إن هما اللي مشوني، لأ. انا مشيت بسبب ان انا يوم اجازتي كان يوم الثلاث، جيت الاربع لقيتهم بيقولوا لي في المطعم في الاداره فوق وفي كل حته يا ام محمد الحق دول عايزين يقفلوا المطعم ورجعوا الموردين ورجعوا كل حاجه. السكرتيره تبقى قريبه المعلم، تبقى بنت يعني تقول له يا جدي. لقيتها بتعيط وبتقول لي ده بيقولوا لي حضري حساب المعلم عشان هو اللي بيدخل اللحم المفروض. بقى لهم فتره كبيره رافضين حته ان ايه ان هو صبحي يدخل لحم. وبيجيبوا معاه لحم وعده وسكت وعدها كتير قوي. في مشاكل حاصله من فتره طويله ما بينه وما بينهم بسبب ايه، كل شويه يغيروا اللي هو بيقول لهم عليه واللي هو متفق معاهم عليه. حصلت كذا مشكله وكذا مره يجي عشان خاطر حته التغيير ان هو عايزين يجيبوا لحم من بره ارخص ومش من عنده والكلام ده، ودخلوا حاجه مع حاجه مع المنتج. وانا قاعده هناك في المطعم عشان خاطر كده لا اكتر ولا اقل، لما لقيتهم غيروا الدنيا خالص وبيقول لك احنا هنقفل، جيت انا طبعا ما رضيتش اتكلم في الموضوع ده وقلت اتكلم معاهم هم واحل معاهم. تمام. ازاي هتقفلوا وازاي هيبقى في كذا عميل، 850 عميل حاليا اللي هم بيقولوا عليهم 850 دول، حاليا 650 بالكتير قوي مش هيكملوا ال 600 بالمديرين بالصلب كله. لا، ال 1600 عامل كان ايام المعلم اللي هو ايه معدي عايز اشتغل عايز اكل لقمه عيش خش ورزق ورزقك على الله. مفيش الكلام ده دلوقتي، وده حاجه مش هنحكم عليهم بيها، هم يمشوها براحتهم. بس كان ايه بقى اللي انا لا الدنيا هنا لا لا لا، هو كان صبحي يمشيها ازاي؟ هو كان ايه؟ هو كان بيعمل وكان بيسوي. طب هو كان بيمشيها على الله، الراجل كان سايبها على الله زي ما ترسي دقلها، انت هتيجي وهتخش وهتشتغل ورزق ورزقك على الله. فهم طبعا لا عايزين يمشي من الحته الفلانيه عايزين يخفها شويه. حاضر. المعلم نفسه يعني كان العدد اكتريه العدد اللي عنده في ناس كتيره ما يعرفوش، يا ابني تعالى انت مين مشغلك؟ يقول له انت معلم لما انت جيت لي كذا، ماشي خش. فلان شغال في الحته الفلانيه في قد ايه؟ ما كانش بيسال يعني، هو كان ايه سايبها شويه كده ايه مآمن شويه للناس اللي شغاله معايا والناس اللي شغاله عنده كلهم اللي هم بيقولوا احنا اولاده واحنا 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 وباين ان هم اولاده، كان مآمن ليهم وسايب ده يشغل وده يدخل وهو اي حد جاي معاك. طب انت عارف تشتغل ايه؟ عارف اشتغل؟ ما اعرفش اشتغل حاجه. خش يا ابني شغل علمه اي حاجه وخش. دور حضرتك انت في المطعم بقى بعد ما هو مشي، الفلتر او الحارس الامين على البوابه بعد ما هو مشي، انا كنت موجوده عشان خاطر اي حاجه تحصل في المطعم هتضر اسمه، لان هو في الاول وفي الاخر اسمه لازم انا اقول عندها لا. يعني حضرتك كنت عين ليه هناك؟ وما كنتش بعمل اي حاجه من غير مشورته. طب هل سبب رحيلك هو دخول منتجات او سلع سواء لحوم او خضروات غير مطابقه للمواصفات؟ ما هم بقول لك هم بيدخلوا بالفعل، بقول لك حصل كذا مره مشكله بينهم وبين المعلم ويقعدوا رجاله في وسطيهم ويحلوها والدنيا حلوه خلاص يا ابني. مره قالوا لهم اكتبوا شرط جزائي ان انتم ما تدخلوش لحم من بره، المعلم هو اللي رجع قال لك خلاص مش مشكله احنا ايه في قلب بعضينا واخوات وهم اكيد مش هيعملوا كده تاني، لان الحاجه زي كده هتوقعه هو هتضيع اسمه هو، ولا هتخلي بره ولا هتخلي جوه، ولا انا غلطانه؟ مش هتخلي بره ولا كان الاتفاق انه حته الحاج صبحي اللي هي المجازر والمزارع بتاعته
بتاعته هي اللي هتشتغل على المطعم. اللي يخش المطعم حبوا يجيبوا اللحمة من المكان. حتى الـ 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 الرز والحاجات وكل الحاجات البقوليات وكل الحاجات اللي في المطعم اذا كان سمنه اذا كان اي حاجه برضك غيروا فيها حاجات. وانا جيت قلت لا. فانا كنت لما بقول لا بتصل بالمعلم بصراحه، ما بقولش انا لا مني لنفسي، بتصل بالمعلم، يا معلم في كذا كذا، لا يا جهان كلميهم انت طيب بالروح، قول لهم شوفي الدنيا معاهم ايه وكلميهم كده ورد عليا. لما ما فيش خالص اروح انا قايله له بقى اتصرف. بس كان مش اكتر من اني كل يوم انا في وش المشاكل. انا هم قعدوا شويه ايام يجوا وبعد كده سابوا اخوهم اللي هو الصغير ده، و بعد كده سابوا اخوهم وهو بقى لوحده معلش يعني بيلف في المطعم وكل حاجه، بس برضك ما عندوش درايه بايه اللي ممكن يحصل، بايه اللي ممكن يدور. انا دي الناس انا معاها بقالي سنين من ايام الشارع، عارفه كل واحد بيفكر في ايه وممكن يعمل ايه. فكنت برضك بقعد اقول له لا خلي بالك من كذا، اعمل كذا وسوي كذا، عشان خاطر في الاول في الاخر برضك اسمي ايه وشو واكل عيشنا. ما هو اكل عيشي واكل عيشهم واكل عيش صبحي واكل عيش الناس ديت اللي دافعه فلوس كل حاجه، صح ولا لا؟ بس هما ما كانش عاجبهم كده. لا هما انا اخش طبعا تكرما، يعني اي حد عندنا عايز مصلحه عايز يعمل مصلحه لنفسه، ما هي دي طول ما موجوده في المكان ما مش هنعرف نعدي المصلحه دي. المعلم كان شغال لهم بلوجر؟ لا هو بص لا هي فعلا في الفتره الاخيره المعلم يعني اول مرتين جه فيهم المطعم احنا قمنا باستقباله ودنيا ودين وكل حاجه، بعد كده بقيت ايه يعني يعتبر شبه انا مجرد ما اعرف ان هو جاي انا اللي استناه واقول المعلم جاي مش عارف ايه. برضك العيال تحس ان هم موقوف زي الاول، الشباب اللي شغاله هو ذات نفسه يقعد كده ولو حد دخله لا يا ابني استنى شويه. كان كبار زي ما هو قال. ايوه فديت ضايقته دي قالها، ومره اتصلوا بيه عايزين يعمل لنا فيديو عايزين مش عارفه ايه. كان ياخد 2000 3 زي ما بيقول. راح زعل قال له ليه وانا هاخد كذا كذا، وقال له لو احنا عايزين لو عايز ندفع له كذا ندفع له. انا مش عايز اقول الكلام ده عشان الكلام ده بيزعل لما بيسمعه. عايزين لو هو عايز ندفع له كذا ندفع له. فطبعا دي ضايقت المعلم. هو كان بيتكلم في حته 2000 3 بعد الامبراطوريه اللي هو عملها في 2003. وانت بس تعالى هو مثلا انا باجي الناس كلها متعوده على ان المعلم يخش يراضي كل البني ادمين يراضيهم مش بالرقم اللي هو كان بياخده منهم 2003. لا لا 2003 ايه، انا كان بيسيب لنا بال 20,000 ويقول لي فرقيهم. والله كان بيسيب لي بال 20,000 ويقول لي ادي فلان 1000 وادي فلان 2000 وادي فلان 1000 وادي فلان كذا. هما ما بيعملوش الكلام ده. ولو حد في من اللي خد مني بس هما هينكروا كده كده يعني، هما نفروا بخير المعلم اللي بقى له سنين. العمال والملك الجديد قال ان هما وزعوا رز بلبن بعد ما مشيتي. ماشي اوكي، ما هم وزعوا رز بلبن. طب اكلوهم المكرونه بدل ما يوزعوا رز بلبن يعمل لهم شويه مكرونه كده. ده ما كانوش لا 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 من غير قوطه، المكرونه كانت من غير قوطه. والكفته كانت 2 بس، اللي ياخد الثالثه كان بيتخصم له يومين. يعني كان بيمنع عنهم الاكل والشرب، وانت كان ليكي ادوار ما هو انا بقى للاسف انا اللي كنت ظهرهم، وانا اللي كنت لو مشيتي هنتبهدل، وانا اللي كنت لو انت اتحركت من هنا احنا هنمشي، وانا كل ده انا. وفجاه يعني اللي هم نفس الناس اللي انا كنت ظهرهم، وانا لو مشيت هتبهدل، وانا لو عملت وانا 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 وانا، هم نفس الناس اللي طلعوا قالوا عليا ان انا ست موقعتيه وان انا ست مش عارفه ايه وما اسمعش كلامهم. يعني الملك الجديد كان بيمنع الاكل والشرب عن العمال. كده. وكان بلاش اقول بقى ايه يعني اللي بياكل حاجه بتتخصم. السبب الكفته، سبب سبع كفته كان ممكن يتخصم باليومين. لو حد كان سبع كفته. والله. الكلام ده كان في عهد المعلم صبحي؟ لا في عهد المعلم صبحي. اوكي نتكلم بقى ونفتح عهد المعلم صبحي. ونفتح عهدهم. المعلم صبحي كان مصرح بالملوخيه، كان مصرح بسلطه الطحينه. احنا كان عندنا حاجه اسمها توميه، حد بيشوفها حاليا في المطعم صبحي كبير ده لو انتوا حضراتكم حد فيكم بيجي يعني.
هي ما... لا ممنوعه من ساعتها. اوكي اتلغت الملوخيه، ما بقتش الاستاف يجي ناحيتها. الشوربه كابر كانت مصرحه للاستاف، شوربه لسان عصفور كانت مصرحه للاستاف، الرز والسلطه وسلطه الطحينه والكفته كانت مصرحه للاستاف. كل ده اتمنع، مفيش حاجه اسمها البني ادم ياكل رغيفين واللي ياخد التالت يتخصم عليه. كل ده اتمنع، كل ده قالوا لك هم ذات نفسهم اللي بيتكلموا ويقولوا لك الناس دي ما اثرتش في حقنا في حاجه، ما كانوش بياكلوا في المطعم الفتره دي كلها. انا عن نفسي من بعد ما المعلم مشي انا ما كنتش بحط حاجه في بقي من المطعم. كان عندي واحده من الستات اللي هم بيقولوا لك بيفرقوا رز بلبن، كان عندي واحده بجيب الحاجه من بره شد بالك انا خلاص يعني اكترت حاجات اتغيرت. فانا ايه ما طب على ايه؟ هاتي لي كذا وخليه لي في المطعم اعملي لي منه. محمد الملاك الجدد دخل المطعم شهر شهر 2 اول 2 اول 2 واحد 2 لغايه الازمه حصلت في اواخر لا 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 هو من اول ما دخلوا بعدها باسبوع وابتدت المشاكل، ابتدى يتقال لهم لا المورد ده ارخص من ده، لا مش عارفه ايه، لا ده كذا. الدنيا حلوه وهم ناس مصرحين، الموردين كانوا بييجوا بيعذبوهم يعني ممكن يطلعوا عينهم وهم بيحاسبوا الموردين كده، ممكن يقعدوا الموردين. المعلم كان بسم الله ما شاء الله ممكن ما يقعدش نص ساعه من الساعه 2 الظهر، بعمل لهم ساعتين من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 4 الموردين تيجي تقبض يوم الاثنين. هما كانوا بيقعدوا من الساعة 1 الظهر. طب هل إمبراطورية صبح كابر مهددة حاليا في عهد الملك الجديد؟ يعني المطعم هيستمر مش هيستمر، الجودة مهددة؟ خلينا نسأل سؤال تاني برضه، إيه اللي خلى الحاج صبحي كابر يفكر في إنه يجيب ناس مالهاش علاقة بالمطاعم اللحمة والأكل؟ لا هو ما جابش لا 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 هو ما جابش وما ويعني بلاش اتكلم فيها دي، بس هو ما جابش. هما هو كان عرضه لاسم كده بتاع حضرموت اسمه عنتر. كان عرضه بالفعل كان جه فتره شويه ايام وبعد كده راح ياخد باين فلوس او يعني الموضوع جاني، هم عرفوا من الناحيه دي من ناحيه عنتر او من ناحيه حد قال له كان بيقعد معاهم اصدقائه وعاش معاهم 25 سنه، ما يعني ما جاش فرصه ان هو يقول لهم انا عاوز ابيع لهم في المكان؟ ما ايه؟ ما جاش فرصه ان هو يقول لهم انا عاوز لا أبيع كانوا أبيع. كانوا بييجوا ويروحوا عادي ومشكله، بس هم بقى ايه انا مش عارفه يعني بصراحه ما عنديش رد على السؤال ده، بس هو عمره ما كان قال لهم على ان المطعم يتباع او ما يتباعش. في كلام اتقال ان الحاج صبحي باع المطعم ب 200 مليون جنيه، ده كلام متوفر في وسائل الاعلام ولكن محدش اكد. لا 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 ولا حد يعرف ولا حد يعرف الموضوع بتاع الفلوس دوت ايه، بس اللي انا اعرفه ان المعلم كان قبل موضوع بيع المطعم ده بست شهور ويمكن اكتر كان على طول قاعد في المكتب زعلان، في حاجه مزعلاه، في حاجه مضايقاه. احنا انا معلش مراته بنت اختي تسالني هو في ايه، طب انت وانا اسالها طب انت هو زعلان من ايه؟ حضرتك هو اخت حماده. اخت حماده على طول اخت حماده، بس معروفه في المطعم هناك اخت المعلم صبحي. طب تحبي تردي تقولي ايه بعد ما هو قال الملاك الجديد قعد يكلمه؟ طبعا الست طبعا ب 100 راجل الله يبارك اكيد يعني هو في وسط رجاله كتير، تحب تقول لهم ايه بعد الكلام اللي لا هي كانت لازم تمشي، هي كانت لازم ما تقعدش في مكان لازم تمشي؟ لا ما هو انا هم لما قالوا تمشي احنا اللي مشيناها دي عشان اللي هم عملوه لما لقوا نفسهم ان هم هيقفلوا النهارده، انت واحد هتقفل وقلت انا هقفل وخلاص. تاني يوم الصبح وانا قاعده عندي مدرسه بنتي جالي تليفون ان هم جايبين لحم عربيتين لحم، اتصلت بالمذبح هم يا جماعه خدوا لحم النهارده يعني احنا هنشتغل؟ قال لك لا محدش خد لحم واحنا ما ذبحناش النهارده. اتصلت عليهم يعني انا اسف هم يعني هم قالوا ان احنا هنقفل المكان. ايوه هم قالوا ان احنا هنقفل المكان يوم الاربعاء. خلي الناس مشي هديها لك بالترتيب، انا يوم الثلاث كنت اجازه، هم رتبوا حياتهم ونظموا حياتهم واتصلوا بيا يوم الثلاث وقالوا لي على شويه كلام كده بلاش اقولهم
وخلاص ماشي اوكي. وجيت يوم الاربع الصبح الشغل، لقيت الموضوع ده بيتقال لي في كلهم بيقولوا ان هم هيسيبوا المطعم ورجعوا الموردين ودخلوا ورجعوا حاجات للموردين، بعتوا موردين خدت حاجات لسه جايباها، لسه جايبين شغل للمحل، بعتوا جابوه زي رز زي مش عارف سكر زي ايه الحاجات دي، بعتوا ورجعوا زي هنكات زي كل ده بعتوا ورجعوه. طيب في ايه يا جماعه؟ طب ايه اللي بيجرى؟ اتصل عليهم طبعا عشان هم ما كانوش موجودين، هم بالتليفون في اليوم ده الاربعه ما كانوش موجودين، كانوا بالتليفون شغالين بالتليفون ما بينهم وما بين بعضيهم. انا في حاجه معلش هم كانوا رد على التليفون. ام محمد، هل الحاج صبحي اخطا ان هو اتسرع وباع المطعم؟ لا هو ده غصب عنه يعني، هو سبب الموقف اللي هو مر بيه بس هو طب انت ليه كنت بتعيط لي وانا بكلمك في التليفون وكنت منهاره من العياط والبكاء؟ ليه؟ لا ما انا كنت زعلانه ساعتها يعني، كان لسه بقى الموضوع والموقف في ان انا يعني كنت مفكره ان انا ايه صدمت في الناس اللي انا اكلت معاهم عيش وملح او اللي انا كنت بعمله عشانهم، بس لما لقيته الموضوع كده كده مع اللي هو عامل ده كله وعامل الكيان ده كله وعاملنا كلنا المعلم، فلقيتها عادي. فهم اللي عدى عليهم اللي معايا من صغره من 25 سنه، هعدى عليهم انا يوم 10 سنين. طب وجهي كلمه للناس اللي انت كلت معاها عيش وملح وخذلوكي. لا انا عايزه اشكرهم بامانه. ليه؟ عايزه اشكرهم عشان عرفوني بيكم بامانه، وعرفوا الناس بيا وعرفوني بيكم بس. طب انت حضرتك رفضت الظهور اعلاميا مع قنوات ومع مواقع اخباريه ومع ومع، ليه اخترت بالذات موقع بصراحه عشان تطلعي معاه؟ عشان انت لقيتك بتتكلم في حقي وبتتكلم بطريقه كويسه، مش ليك اسلوب في التعامل في السوشيال بطريقه كويسه، مش زي الباقيين عايزين ياخدوا اي كلام والسلام. ما هو سبب البكا ان انا بقول لك كنت زعلانه على ان الناس اللي انا كنت يعني كنت مصدومه، يعني اللي انا بقوله كنت مصدومه بعد كده ما فكرت، مصدومه في الناس اللي انا اكلت معاهم عيش وملح وكانوا بيقولوا ده انت ضهري، واللي يقول لي ده انت لو مشيت احنا ما، ده لدرجه ان هو بيقول لك انتوا بتحبوها، يعني هو كان بيصور معاكم وبيقول لك انتوا حد فيكم بيحب ام محمد؟ كان بيقول لي انت لو مشيت انا هلم شنطه هدومي وامشي، انا مش ما اعرفش هنا اي حاجه، فانا مش عارف ام محمد في يوم وليله ما اتحبتش ليه؟ عشان خاطر انا عايزه اوضح برضك معلومه، ان انا هما لما يعني انا السبب اليوم اللي انا مشيت فيه واليوم اللي انا ان هما قالوا ده احنا هنقفل المطعم وهنأجز الناس هنأجز، ده دخلت قلت له قال لي عادي انا عايزه انام وارتاح انا هعمل ايه وانا ما انا مش هفضل اصرف على الناس دي كلها انا هجيب لهم منين، ده الملك الجديد. جيت قلت له طب ماشي نهدى ونشوف الدنيا فيها ايه، خلاص ماشي اوكي. لما لقينا اتكلمنا وخلاص مصممين على القعده، فانا ايه حتى زمايلي هناك اللي هم شغالين معايا بيقولوا لي طب انت بتضحكي يا محمد وعادي يعني بالنسبه لك الموضوع؟ قلت لهم عشان عارفه ان ده كلام وقت زعل وخلاص، هم تلاقيهم بس عشان زعلانين من بعض وخلاص، يعني مش في دماغي فعلا كده. تاني يوم الصبح الساعه 8:30 لقيت التليفون جالي ان هم جابوا لحم، اتصلت بعندنا الناس اللي بتنزل لحم مش غريبه برضك، الناس اللي بتنزل لحم من عندنا تبعنا قريبنا، يا جماعه اللي هم شغالين في المذبح مع المعلم، يا جماعه حد جاب اللحم؟ راح قالوا لي لا يعني احنا هنشتغل، قالوا لي لا ما حدش خد لحم من عندنا ما هو وقفوا امبارح. قلت طب ده في عربيتين لحم هناك، رحت واخده بعضي ورحت رايحه على المطعم، رحت مقابله اخوه يعني جبت بتاع ده جبت لحم يعني حضرتك جبت لحمه اهو، راح قال لي الله مش المعلم صبح قال انا مش هجيب، قلت له لا اخوك هو اللي قال احنا هنقفل ومش هنجيب، هي الحكايه كلها والقصه كلها في انكم ما تاخدوش لحم من المعلم بس. السؤال يا محمد كان بيدخل المطعم كام كيلو لحم في اليوم؟ هو ده كان بيزنس ده في ايه يعني؟ لا
لا هو يوفر لهم فرق الجودة وفرق السعر بس. المعلم كان بيدفع كام عادي مثلا في اليوم عشان لا ما هو اتقلع حضرتك كليت جديدة قوي وقوية قوي مع الاستاف وده كان حصل تحت الحقيقة ولا كانت توضحي لنا المعلومة؟ لا انا مش شديدة، انا كنت كل حاجة بعملها معاهم بالحب، وكان حتى اللي ما بيقبلنيش وانا زعلانة كنت بكسره، يعني انا كنت ممكن ازعل شويه اتضايق الاقي اللي قدامي مش قابل ان انا وانا زعلانه اعمل كده اشد معاه واعمل، بعد كده اروح مكسره خالص خلاص انت مش قابلني في زعلي وزي ما انت بتقبلني في فرحي وبهزر وبضحك معاكم وبقعد وباكل وبشرب وبنهزر ونضحك مع بعض وبنخرج مع بعض، يعني انا كنت اوقات كده لدرجه يعني من ايام المعلم كمان، ده احنا دلوقتي يمكن اكتريه الوقت قاعدين اللي هو بنشيل هم الليله النهارده الحق مش هعملوا اكل النهارده، طيب انا هفضل لسه اتكلم على الاكل والشرب الحقي مش هيدونا كفته النهارده انا لسه هتكلم على الكفته على طول كده كل يوم كل يوم كل يوم، كانت مشاكل الاكل مشاكل الخصم على الاكل الحقي ام محمد خصمونا الحقي عملوا لنا الحقي ليه صابع كفته يتخصم عليهم مين ليه مش عارفه حته فرخه تخصم ماشي اوكي. جيت انا في مره قاعدة في البيت اتبعت لي الفيديو ان الحريم بتعمل شوية حلويات، عارف الحلويات؟ حاجات اللي بتخرج من اللحم فهي المفروض بتفرشها في الحلة بتاعت المحشي بس بطريقة بقى وباسلوب خلاني انا قمت على اخري انا مش هعيش عنكم حاجة، المعلم بعت ذبح وبعت لكم لحمة في المولد النبي اللي هو كان بيجيب بيه في علبة الحلويات من عند العبد بقد كده، لما لقاهم ما عملوش راح بعت وذبح وبعت لي لحمه ووزعتها وعملنا لحمه وكلنا مع بعضينا، عملنا فته وكلنا الدنيا حلوه. فانت طب ليه تخلوا حد يضايقني انا بكلمه؟ دي بقى اللي انا ابتديت بقى ايه اتعصبت فيها، قلت لهم انتوا ليه تخلوا حد يضايقني انا بكلمه؟ يعني انا بقى بتخانق عشانكم وانتوا تخليه يبعت لي الفيديو الصبح وادي الناس اللي انت بتزعقي عشانهم مثلا او اللي انت بتزعلي عشانهم بصي بيعملوا ايه من وراكي؟ يا بنتي اللي انت بتاكلي ايه ده ايه ده حلويات بس هو عنده حاجه كبيره مالك الجديد يعني انت كنت جديده في الصح ايوه انا في شغلي في شغلي بس في شغلي ومثلا حتى لو زعقت لحد او مثلا اتشنكت على حد ممكن وهو معدي كده اروح مثلا ايه شتمه كده ومهزره معايا خلاص خلص الموضوع. ايه قصه الخصم بسبب صباع كفته ده؟ يعني انا عمري ما شفت النظام ده. لا ما عادي خصمه فعلا بسبب ان هو اكل صباع كفته؟ لا ده كان نص صباع على ما اظن نص صباع والله نص صباع كفته اتخصم له يومين من الملك الجديد ده حقيقي والله حاجه الصبح بقى كانت عامله ازاي؟ انا خليني بس اخد اوضه الحته الثانيه، هو الفرق بين الادارتين حاجه الصبح كان تعامله ازاي مع عمان وهل كان بيدير المطعم بضبط رجل الاعمال ولا صبح الانسان؟ وهل الاداره الجديده هل السبب ان صبحي الكابر كان بيتعامل مع الناس بأريحيه وياكلهم من المطعم ده سبب حرج وضيق للاداره الجديده بعد كده اختلفوا؟ ما هو الكلام اللي هو المعلم عامله ما كانش عاجبهم، بيقولوا ده كان فاتحها كان لما اخذه يعني ما كانوش بيقولوا فاتحها كمان يعني كان بيقول لك ده كان فاتحها على البحر ده سايبها السايب في السايب ما ينفعش. طب ماشي ما هو السايب في السايب يا جدعان ما دول شغالين في مطعم، خش لاي مطعم في اي حته في الدنيا ده بياخد وجبته العميل من المطعم ولو عايز يبدلها بيتفقوا مع الاتفاق في مطعم تاني صح ولا انا غلطانه وبيبدلوا الوجبات مع بعض في يوم في الاسبوع مش في اي حته بيحصل الكلام ده، دول ما عندهمش وجبات ان هم يبدلوها، ما هو لو كان مكرونه النهارده يا اما بالصلصه يا اما لو الصلصه غاليه ما فيش يا اما مكرونه محمره والكفته لا ده لحمه وليه وبتاع لا فراخ ارخص ادوهم اضرب في الفرخه قنبله واكلهم. يعني كان في جهد من التعاون من الاداره الجديده مع العمال واكتريه الناس اللي بتقول لك هي كان فيها وفيها وفيها كانوا بيقول لك احنا مش هناكل، وكانت لما تيجي طب انا في حاجات المفروض ما اتكلمش فيها بالنسبه لله، الحاجه بتاعت لله دي المفروض ما نتكلمش فيها، لما كانت تيجي ست غلبانه معاها اطفال معاها حاجه كنا احنا ممكن نطلع بواقي الزبون
ليها لو الزبون سايب الحاجه دي نطلعها مثلا، نطلع العيل من هنا ياخد وجبته ويلفها يقول لك لفلان انا مثلا واستاذ ايه استاذ محمد استاذ احمد انا وجبتي مش هاكلها النهارده، وانت وجبتك مش هتاكلها، طب ماشي لفها وخرجها.